كالعادة يا اخواني اخواتي، ارجو دعم الفيديو بلايك حتى ينتشر اكثر واكثر. اذا الشيخ احمد سلمان سينقل نص في الكتاب المقدس يخص السيدة الزهراء عليه السلام، بالاضافة الى الامام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد. مبدئيا اتمنى منكم اخواني اخواتي من يعني يعرف مجموعة من الباحثين، أو حتى لو كان باحث واحد، لكن بشرط أن يكون صحيح العقيدة وعقيدته صحيحة، ولا يكون من الحشوية، وأن يكون مثل ما قلت اعتقاده اعتقاد صحيح، يتكلم عن موضوع ربط مثلا بالكتاب المقدس بأهل البيت عليهم السلام، أمور تخص النصارى. أتمنى أن تزودوني بقناته برابطه حتى أستطيع إن شاء الله تعالى، أستطيع بعد المراجعة مراجعة قناته ان شاء الله، يعني اروج لما استطيع ترويجه بخصوص يعني استهداف يعني النصارى، ويعني حقيقه النصارى والديانه المسيحيه يجب ان تستهدف من قناتي ببحوث شيعيه رصينه من الفضلاء حفظهم الله تعالى. لذلك هذا موضوعنا، وبهذا الفيديو الشيخ احمد سلمان سيتكلم عن هذا النص. ظهرت امرأة، يعني ما معنى الكلام، ظهرت امرأة وعلى رأسها اكليل من 12 كوكبا والقمر تحت اقدامها. اذا لنستمع الى كلام الشيخ احمد سلمان ونرجع بالتعقيب عليه، فخليكم مع الفيديو. الثاني عشر الى الان، هذا اعظم نص موجود في الكتاب المقدس، اسمعوه وركزوا. وظهرت آية عظيمة في السماء، هذه رؤية. شنو هي الآية؟ امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، من هذه المرأة؟ وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. من هذه المرأة؟ بحسب التفسير المسيحي قالوا هي التفسير المسيحي القديم قالوا هي من؟ مريم. التفسير المسيحي الحديث قالوا لا، هي الكنيسة. كيف الكنيسة مرأة؟ الله العالم. ما علاقة الاثني عشر بالكنيسة؟ الله العالم. لكن شوف تتمة النص، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبع تيجان. أعد هذا التنين عدو لهذه المرأة. وهذه الأرقام التي ذكروها تتطابق مع أعداء المرأة التي نقصدها بالضبط. زين، شوف التتمة. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. يعني التنين يحارب من؟ نسل هذه المرأة. شوف التعبير. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ابن هذه المرأة سيكون له دور في آخر الزمان أن يقيم العدل وين؟ في الأرض. زين، هذا الولد مهدد من من؟ من التنين. شوف هذا التعبير، وأسألكم ماذا تفهمون. واختطف ولدها إلى الله وإلى العرش. شنو يعني؟ ها، غاب الغيبة، أنه غاب ليحفظ من الأعداء. فامرأة 12 كوكب وولد يأتي في آخر الزمان يقود الأمم، وهذا الولد يغيب. شوف، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله، إلى أن يقول، يذكر حدثت حرب في السماء، نزل الشيطان، إلى أن يقول طرحت التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. اثنين، إبليس والشيطان،
الذي يضل العالم كله. أعداء هذه المرأة هم اللي نزل الشيطان إلى أن يقول: طرحت تنتنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. اثنين، إبليس والشيطان. الذي يضل العالم كله. أعداء هذه المرأة هم الذين ماذا؟ أضلوا كل العالم. ضلال كل العالم في رقبة من؟ أعدائها. طرح إلى الأرض وطرحت معه الملائكة إلى أن يقول: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم. شنو الشيء الذي سيجعل الخير ينتصر؟ شوف اسمع التعبير: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. في مورد آخر يذكر أن هذا المخلص ينتقم وينتصر بماذا؟ بذبيحة له عند شط الفرات. هذا التعبير في الكتاب المقدس موجود، أن هذا المخلص له دم عند شط الفرات ينتقم له. على كل حال، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، إلى أن يقول في نهاية النص: فاضطهدت المرأة التي ولدت الابن الذكر، أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير، يعني ماتت. ماذا فعل التنين؟ وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله. إذن وصايا الله محفوظة وين؟ في نسل هذه المرأة. وأعداء الله يحاربون نسل هذه المرأة، لأنها هي التي، هذا النسل هو الذي يحفظ ماذا؟ كلمة الله. وابن هذه المرأة هو الذي يخلص الأمم. فلما نجمع بين النصين، عندنا مرأة يتعلق بها 12 كوكب، ابن هذه المرأة هو الذي سيخلص الكون، لكن لوجود من يترصده ماذا؟ اختطفه الله للعرش وغيبه. فماذا حصل؟ في فترة غيبة إبليس صنع حربا مع نسلها. هذا الذي غاب يرجع ويرفع راية للشعوب ويسمى القائم، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حياكم الله من جديد. طبعا سؤال مباشر، وأتمنى أنه يكون الفيديو هو للمناقشة، هذا الربط هل من الممكن، أقول هل من الممكن أن يتم إسقاطه بعيدا عن ما يعتقد به الشيعة؟ الآن لاحظنا امرأة القمر تحت قدميها، هذه الإشارة لم أفهمها، ما معنى شنو القمر تحت قدمها؟ مثلا على رأسها إكليل من 12 كوكب، هذا شيء واضح بالنسبة لما نعتقد به. أيضا مثلا التنين، مثلا الأصحاب أو يعني السبعة أشخاص اللي كانوا أعداء لهذه المرأة، يعني أقول إنه هذه الأمور يجب أن تكون أكثر وضوح. وأنا أقصد من يتكلم بها، فمثلا أعداء السيدة الزهراء عليه السلام، إذا كان هذا المقصود بالتأكيد، فيجب أقلها أن يشار إليهم بإشارة ولو كانت بسيطة جدا، حتى لا يتيه المشاهد الكريم. بالإضافة إلى موضوع إن هذه أو يعني ابن هذه المرأة سيأتي أو رفعه الله، هذه إشارة بالتأكيد للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا هو الموضوع للنقاش. أقول هل يجب أن يصرح المنبر أكثر بأسماء أعداء البيت عليهم السلام، أو الحاجة الحكمة ما يعني يتوصل إليه من فكرة بأنه يجب أن نتكلم بطلاسم برموز بإشارات؟ هذه محاضرة قديمة للشيخ حمد سلمان، وأتمنى منكم إخواني أخواتي مناقشة الأمر بطريقة
بطريقة مهذبة كعادتكم وفي أمان الله.